انا بس عايز اعرف منك، يعني احنا في المكالمة اللي فاتت اللي انا تقريبا يعني حاولت اجمع منها انه الصور بتاعت دولي شاهين اللي نزلت دي، لانه في اكتر من محامي رافع دعوة قضائية دي من المسلسل، وانه حضرتك ما كنتش تعرف انها نزلتها على انها واقعة حقيقية. لا، هو احنا بنصور كلت علقه من 3 ستات، والضرب كان متصور بجد. يعني النوع لما الستات بيضربوا بعض بيبقى الضرب بجد. عدناه مرتين، وهي بصراحه يعني نغت حتى ورمت بعد المشهد، وكانت عدته. ف ده من ضمن المسلسل. يعني انا عموما انا يعني ما بحرقش احداث المسلسل، بس يعني عشان خاطرك طبعا وعشان تقول لي لازم اقول الحقيقه. لا بجد، مش يعني هي الصور باينة انها علقة بجد بصراحة. لا، ما عارف طبعا في شويه نكت بتحصل حاجات، بس احنا ده ضمن احداث المسلسل. وحتى في الصوره انا وهي بعد العلقه على طول عامله الميك اب ده، وبتقول لي حرام عليك يا عز. يعني ف ده ان شاء الله مسلسل. انا طيب اتشرفت جدا بالشغل مع الوليد، عامله دور ممتاز هايل. وانا اقدر اقول لحضرتك ان فعلا انا مبسوط اني اشتغلت معاها، ويا رب وإن شاء الله المسلسل يتعرض إمتى؟ ان شاء الله يعني 1/12 هيبقى معروض على الدكتور، والله يعني واحد واحد موجود على إن شاء الله. وأنا بعتبر يعني أنت إضافة حقيقية للإبداع الفني في مصر والعالم العربي، ونستمتع بشغلك يا حازم، أنت مخرج موهوب وفنان كبير. طب احنا عايز من حضرتك وعد قدام جمهورك. إن شاء الله يا رب. انا عايز وعد منك قدام جمهورك انك في يوم يعني قريب جدا اشتغل ورقك يا ليا رب انا. اشكرك. أنا موافق جدا طبعا، ووعد منك إنك تجيلي الاستوديو بعد ما تخلص بقى تصوير إن شاء الله. عناية ليك. بشكرك المخرج الجميل الكبير أستاذ حازم فودة، كل الشكر لحضرتك، وبالتوفيق يا رب أنت وكل الفريق اللي عمل مسلسل المماليك.